بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الله تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الحمد لله، اليوم تم افتتاح بئر صدقة جارية مع متوضى لقرية كاملة بنية الوقف وتصحيل العبور من ركاد إبراهيم إسماعيل بئر المقصور، نعو البئر الكهربائي والمواضي بإشراف تراحم صنابل الخير، جزاهم الله خير الجزاء وأحسن الله له، وسقاهم الله من حوض القصر يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البئر في ميزان حسناته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يبارك في أولادهم وذريتهم ومالهم وأهلهم وفي كل خير. اللهم يحفظهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، ونسأل الله لهم الصحة والعافية. اللهم إذا كان من المتبرعين مريضا، اللهم اشفه شفاء كاملا وعاجلا. اللهم تقبل هذه الصدقة وهذه المواضي، وجعلها سببا لدخول الجنة ونجاة من النار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.